ايش عم تعمل انت؟ عم بتابع بلا مسلسل تركي؟ اما شو مسلسل تركي؟ شي على العالم تحضر معي تعال ولك الله يخرب بيتك، امتحاناتك بعد يومين وبيك عم تفرج على مسلسلات. طول بالك، ليش معصب؟ خليك ريلاكس ريلاكس. انت قلت في معي يومين ضرب 24 في 48 ساعة، لك وقت طويل بخرب الدنيا فيها هدول. شو بك 48 ساعة بتخرب الدنيا فيهم؟ قلت لي شوفوا لك، معك حلين اسهلي سلهما، يا بتفك كل شيء هلا وبتطفي وتروح بتحفظ، يا اما بشرحك انا هون هلا مباشره. خلاص خلاص اعتبر كل شيء انتهى، واي محفظ انا اللابتوب ما عاد شغل النوم خلاص. لنشوف وايش هالعيلة الدكتاتورية هي، ماني عامل شيء وما بدي احفظ، بدي ارجع اكل واتفرج. بدي العن ابو اي اي والله العظيم ما يحفظ. فلذلك تعد دول شرق اسيا من الدول التي تحصلت. شوف هالحقيرة، يخرب بيتك من حالك، شوف هالحقيرة سوزي عملت لي بلوك، سوزي إلي أنا عملت لي بلوك. عبادة يا عبادة عبادة، حط من إيدك تاكل بترجع بتكمل دعم. لا أمي ما وجع عبالي آكل، مالي جوعان أصلا. في طبق مربى جابت لك يا سوزي بنت العم تحسين، قال هذا قرف خصيصا. أي أنا أصلا ما بطيق أقرأ المربى، ما بدي. سلام قولا من رب الرحيم. وانت منين بتطلع؟ انت ما بتحب المربى؟ يخرب بيتك من حالك، لسا عم بيحى الساعة 5 الفجر، قمت شفتك مدحوش بالبراد ونازل لهط بالمرطبات. هيك انا ما عاد حبه للمربى، سوزي ما عاد بدي منها شيء، ما بدي منها شيء. يو غريبة، على اساس كانت الماي لوف تبعيتك. لا هلا ما عاد طيرة منوب انا. انت متأكد انك حبيبك؟ حبيبك؟ ايه كنت حاببك. وشو عرفك انك حبيبك؟ لأنه هيك أول ما بشوفه بحس انه هون هيك صار في عندي ضيق تنفس، وفي شغله بتنزل هيك لهون هيك لهون، بتنزل لهون هيك وبتبغصني بمعدتي وبكرتع. بتكرتع؟ ولك هذا مو حب يا سطل، لا انت صاير معك سهل صدقني. السلام عليكم. هذا بصير دكتور تبعك؟ طمني ايش صار معه؟ طول بالك. ابنك متفوقين ان شاء الله درجة تامة، بعدين كل ما ادخل من الامتحان بدك تسألني نفس السؤال، خلي شوي ثقة فيني يا زلمة. طلع انت اهم شيء ثقته بنفسه، طالع لاخواله يقبرني. لاخواله قلتي لي؟ ما انا هيك هم انه لاخواله، بكره يوم النتيجة بنشوف، يا برفع لك راسك يا لنشوف. لا مش فيك، 5 دقايق وتقعد نازل عندك مباشرة. معنى هيك تركت الامتحان بنص الوقت وطلعت. انت ايش قلت؟ رجع عيد اشوف. انا قصدت انه بنص الوقت، يعني انه بنص الوقت كنت خالص وطلعت، يعني اول واحد سلمت انا طلع خالص. اذا هيك ماشي يا عيني عليك، اسمع لك انت يا حبيب قلبي يا ابني يلي بيسمع كلمتي. انا بعرف هاي الجملة منيح، انت بتستعمليها هي الدخله لما بتدخل عندي بدك مني شيء، وانا بستعملها لما بدخل على ابوي بده مني شيء، هو كمان بيستعملها والعيله كلها بتستعملها. فايش بدك بسرعه تتصلي متاخر؟ لك ما في شيء، كم شغله اختلاف نظافه بسرعه. تعال جرر لي البراد، بدي اي فراغ، بدي اعزل المطبخ، ونزل لي البرادي وفي كم شيء خسير طالع لي اياهم لبرا. بما انك طالع لبرا انشرهم كمان يلا. نعم اذا انا بدي اعمل كل هاد خدوش شو بدك تعمل لك يا حلو؟ انت خلصت امتحانات واختك بلاش الامتحانات، عم تحفظ عندها حفظ. مو بحكي فرحان عم بتذكرني وانت رح تخلص امتحانات وانا لسه ما بلشت، خليك الله ليقيمك. ولك يلا خلصني شو عم تحكي انت الحقني يلا دمنا رح نخلص يلا. الو ابو شريك، في احتمال اتاخر ساعه او ساعتين لو ما اخلص بس. على اساس حطيت شغلتين بس، طلعت طناجر وسرح البيت كلياته، خلصت الساعه تاخرت عن جو تاخرت على رفقاتي. وينك يا بني ادم؟ جابوه الله جابوه. ولك وينك يا بني ادم؟ معبول وينك؟ ايه قوم شفتك، على اساس ما شفتك قوم. كشفت خالص. شو بدي اقول لك يا ابني يا حبيب قلبي، انت بتفهم علي كثير لانه لسه هلا حكي مع امي مش هالنفس الموضوع. لا شغله بسيطه، شايف الستور فوق الغرفه فوق
بدنا ننزل منهم كم شغله نبيعهم تحت الزلمه قصاب البيع عم بستناني تحت. يلا. لا اله الا الله، هيك مع رفقاتي بدي اروح من ساعتين تاخرت عليهم، عشان بدي افهم انت من فوق ايش بدك تبيع، في شيء بينباع؟ لا كم شغله بس شبع لا تموت، بنبيعهم خلاص بدك تروح، روح الحاني بسرعه يلا. الله كيف علي العذاب. قولي كل هدول انا بنزل شي منو بشوفوا الحقيب بدي اخذ ويعطي للساعة. اشو اشو يلا بسرعة جيبوا غلط حالي فيها تحت يلا. لا اله الا الله لا اله الا الله. الو ايه ابو زيك لك ليش؟ من لحي مروه السعاده. لا لا مروه معكم ليش مروه؟ مسافه الطريق مسافه الطريق بتقدر تسافر عنكم مباشره من لحي لسه. ابني ابني حبيبي اللي بيسمع كلامي اقسم بالله ما بتقولي لي على شيء منوب. ها وقولك بس كم طلب من تحت تنزل جيب لي اياهم وما بدي انزل اخوك الدلاله صارت. اقسم بالله العظيم لو ما ارضى الوالدين دخل الجنه كنت طفشت من البيت وهربت تحت انا هلا خالص. ها ها شايف مشان تدخل الجنه اسمع كلمتي وانزل جيب الطلبات يلا بسرعه. لا حول ولا قوه الا بالله. وشو طلبات بقى؟ لا تكن هم ما تختار منو. لحظه اقول لك اياهم. 8 بندوره 7 خيار 6 بصل 9 فليفله باذنجان 8 كوسه 3. لا لا ما عاد انزل ما عاد انزل منو 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 ما عاد انزل. الو ايه ابو شريك؟ لا 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 اليوم نزل معكم نظامي اليوم نزل معكم نظامي خلاص عبالك نزل نظامي ايما بدكم تنزلوا خلاص الساعة 5 الساعة 5 يا سيدي الساعة 4 بتقعدي قدام الكافيه نجتمع فيها عطول تمام؟ عبالة يا عيني عليك يا عبالة رو 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 عبالة عبالة لا تعملي حالك نايم قوم ما بدي منك شيء قوم ما بدي منك شيء قوم بس دق لي هذا الرقم هي المكالمة قوم كايتي ايش قال له؟ انت بتصل انت بتصل عم بلاقش تحكي بتصل انت شو؟ قول له الاستاذ ممدوح معي؟ السلام عليكم حضرتك الاستاذ ممدوح اللي بيعطي دروس خصوصية؟ قول له انا طالب وحابب اخذ عندك دروس خصوصية انا طالب وحابب اخذ عندك دروس خصوصية بقى شو روحك يا بدك تعلقيني منتي بس ما كل الطلاب عم بياخذوا دروس خصوصيه بعد الدوام بعد ما يصرفوا من المدرسه بدك تقضي لي اياها نوم عشان ما تنسى قول له بسرعه جور جور عفوا حضرتكم بلشتوا دورة الدروس الخصوصية؟ بلشت بلشت يعني وأول درس إيمات اليوم الساعة 5 ما شاء الله صدفة حلوة لا راح أحضر طبعا طبعا لا أحضر راح أجي شكرا يلا بسرعة عشان تاخذ معك الزبالة وانت رايح تكبها يلا يا رب